مساء الخير. 23 أيار 2024 مثل كل خميس، حلقة جديدة من شؤون طلاب على هواء إذاعة المدينة FM على 101.5، ويمكن متابعة الحلقة أونلاين على موقع المدينة على www.almadinafm.com. اسمها كبير كأحدى المؤسسات التعليمية والبحثية في قطاع التعليم العالي، والتي تطورت وقفزت قفزات نوعية خلال السنوات الماضية. كوادرها، خريجوها، طلبتها من ذوي المؤهلات العلمية والعملية ممن يرفدون ميادين الإنتاج الصناعي المختلفة والاتصالات والحوسبة وغيرها بأفضل الخبرات. كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الهمك، حلم كثير من الطلاب ولوعة في قلوب آخرين. وضيفنا لهذا الخميس عميد الكلية الدكتور مصطفى الموالدي، لنتحاور معه حوار الطالب مع أستاذه ونجد معه أجوبة على تساؤلات طلاب كليته. مساء الخير دكتور، شكرا لتلبية الدعوة. مساء النور، أسعد الله أوقاتكم، شكرا كثير لاهتمامكم بالطلاب وشؤون الطلاب. شكرا لك دكتور، شكرا. دكتور، بداية، هل تلبي الكلية طموح طلابها الذين دخلوا إليها؟ هلا بالواقع هذا ذو سجون كبيرة. كلية الهمك تألف من 9 أقسام. خليني بس أحكي لك عن كلية الهمك، وهلا بنحكي بقى شو تلبي طموح الطلاب ولا لا. عنا 9 أقسام، قسم العلوم الأساسية بدرس المواد الأساسية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات إلى آخره، و8 أقسام تمنح إجازة في الهندسة. هندسة كهربائية وهندسة ميكانيكية. هندسة الكهربائية بيقع تحت منها هو هندسة الطاقة الكهربائية، هندسة الحواسيب والأتمتة، هندسة الاتصالات والإلكترونيات، والهندسة الطبية. إضافة لأقسام ميكانيكية، قسم الميكانيك العام، قسم التصميم الميكانيكي، قسم الآليات، وقسم الغزل. تمام. إذا طلعت على الأقسام هي كلها، تلاقي عنا نحن نرفض كافة القطاعات الصناعية من وزارة الصحة إلى الجمارك، تستغرب الجمارك كمان فيها مهندسين، إلى وزارة الصناعة، إلى وزارة الكهرباء. يعني هي شريان الدولة. القطاع الصناعي هو شريان الدولة، بدون صناعة لا يوجد إنتاج، لا يوجد تطور. فطلابنا بيرفضوا كل هالمعامل، كل هالمؤسسات، سواء القطاع الخاص أو القطاع العام. لذلك أنا بتوقع أنه كلية الهمك عم تعطي تنتج طلاب متميزين، طلاب بخبرات جيدة بيدرسوها بالكلية، ونحن عندنا مناهج متطورة، مناهج جيدة، لا يطلعوا لسوق العمل ويلبوا حاجات سوق العمل. دكتور، هذا بده يقودني لسؤال تاني. هل تعتقد أن المفاضلة العامة منصفة بعلاماتها لدخول الكلية، أم هي بحاجة لأن تكون علاماتها أعلى؟ هلأ منصفة، لا ما تكون أعلى، بالعكس نحن ما برغب أن تكون أعلى بهالمعادلاتنا، عم تكون منيحة. الطالب يعني نحن عم ناخد طلاب، خلينا أخذ الفيزياء والكيمياء والرياضيات. تعرف الهندسات بدك فيزياء، بدك كيمياء، بدك رياضيات. رياضيات هلا الكيمياء بعض الأقسام بدها بشكل كبير، بعض الأقسام بدها بشكل قليل. قسم الطبية فرضا، قسم الغزل بدها شوية كيمياء، باقي الأقسام بدها فيزياء ورياضيات. لما عم يجينا أنا طالب مجمع 230، أنا آسف أحكي بميتين، ما بعرف الألفين كتير حافظون، وأنا كمان أو 220 أو 220، فأكيد هذا أخذ بالرياضيات حدود فوق 50. تمام. أكيد أخذ بالفيزياء بحدود 35 من 40. فبيكفيني هالشيء هذا، والطالب هو بطور حاله بالكلية. موضوع رياضيات ناقصه شيء، نحن بنعطي رياضيات، عندي 4 رياضيات بالكلية، بيرجع الطالب بدرس رياضيات 1 من أول وجديد، 3 و4 ليرمم الشيء اللي ناقصه لأهله. تعرف المهندس هو أنت عم تبني بناية، بتحط الأساسات. وين الأساسات؟ هي قسم العلوم الأساسية، بترمم له موضوع رياضيات، الفيزياء، الميكانيك الهندسي، الرسم الهندسي، اللغات بشكل عام نرمم له اياها، لحتى حطينا البنية الأساسية للمهندس. بعدين بنعطيه بقى بالسنة الثالثة، نصف الثانية والثالثة وطالع، بنعطيه أمور الهندسية المختص فيها الطالب. دكتور، قلت لي انه الطالب اللي ممكن يكون مجمع به حيطان ل 230 هو طالب جايب برياضيات هالقد، جايب بالفيزياء هالقد، يعني علاماته عالية. هل أنت مع أنه يكون في امتحان معياري لدخول الكلية، أو على الأقل أنه يكون في شرط أنه يكون جايب الطالب علامة هالقد بالرياضيات، هالقد بالفيزياء لدخول الكلية، حتى يكون المدخلات للكلية أصلا بمستوى عالي؟ هلأ أنا بصراحة لا، مالي مع امتحان معياري. مالك مع الامتحان المعياري؟ أنت عم تفوت الطالب بامتحان تاني، عملنا له امتحان البكالوريا وتعب فيه وهلك فيه. طيب هذا هالسنة كلها اللي قضاها بالبكالوريا،
وعمل جهده وجاب علامات عالية ال 230 أو 200، حتى في عنا 235 بيجوا طلاب بيرغبوا يفوتوا هندسة الهمك لكلية الهمك. طيب ترجع تعمل له أنت امتحان تاني معياري وترجع تفحصه بالفيزياء وبالرياضيات وبالأمور كلها، عم تصعب لها شوي. نحن يعني خليني أقول الطالب اللي جاب علامات بالحفظ والبصم لحاله لح بالسنة الأولى لح يتراجع، لما دخل بالهندسة سنة أولى وسنة تانية لحاله لح يتراجع اللي باصم. تعرف هلا في بالوزارة التربية في قرار إنه الأسئلة بدها تجي من ضمن المنهاج. تمام. أيامنا نحن زي ما حضرتك كان هيك، كانت تجي لعنا المسائل بالفيزياء أو الرياضيات أو الكيمياء ما بنعرفها. تجي مسألة جديدة ما موجودة بالكتاب، طبعا فيها فكرتها بس مسألة جديدة بندرسها نحن هلا. كنا نجيب دورات وإلى آخره، بس يجي شيء مختلف بس ضمن الأفكار. تمام. هلا لا، تجي المسألة كما هي حتى بأرقامها. بأرقام الموجودة بالكتاب. هذا اللي بعرفه أنا، أكد لي صح أو إذا صح ولا لا. أنا بعرف إنه صح هذا الكلام. فهلا عم تجي المسألة بأرقامها وكما هي. طيب هون الطالب إذا حفظ بصم، في طلاب بصيمة. هلا هون بيطلعوا عندي بالهمك. تلاقي طلاب فرضا بيقدموا مقرر فيزياء خليني أقول. تلاقي نسبة نجاح 20%. ما في شيء بس نحن ما بنعطي مسألة حال الأستاذ كما هي. من غير أرقامها. بس غيرت الأرقام أنت ضاع الطالب. عرفت كيف؟ فأنا فالفلترة بتصير بالأولى والثانية للطالب اللي باصم اللي مو فهمان المقررات. معناتها فينا نقول إنه الكلية هي المسؤولة عن فلترة الطلاب مو الامتحان المعياري. لا مو الامتحان المعياري، خلي الكلية هي اللي بالسنة الأولى والثانية هي تفلتر، بس ما يحسبوا علينا احنا لسه بطلاب. لا لا طبعا، هي بس طبعا اهم شيء يعني. طبعا انت دكتور بيشاركك الراي كثير من عمداء الكليات، في عمداء كليات كانوا مع الامتحان المعياري لدخول كلياتهم، وعم شوف انه اغلب الكليات اللي فيها جانب تطبيقي ما عم بيكونوا مع الامتحان المعياري. لا انا ماني مع بالضبط تماما يعني. خلي الطالب يعني جمع علاماته. طب ما هي كمان امتحان ثاني كمان تعطي كثير صارت يعني. تمام. هيك رايي انا. ما لا لا رأيك بنحترمه طبعا دكتور. دكتور خلينا ندخل هلأ بالجد دغري، لماذا تتأخر النتائج الامتحانية في الصدور في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية؟ هل هي فقط كلية الهمك ولا في كليات تانية؟ طبعا كل بس خلينا نحكي بصراحة يعني. لا لك شغلي هلأ، أنا قلت لك في عنا 8 أقسام. أنا عندي بالكلية بحدود 16 ألف طالب دراسات دنيا. 16 ألف تقريبا بحدود هلأ طالب طلاب دراسات دنيا غير الماجستير والدكتورة. طيب أنا عندي بحدود 112 دكتور أستاذ في كلية الهمك. قسم 16 على 112 16، بيطلع رقم كبير. تمام. كم مقرر عندي بالكلية؟ عندي بحدود 500 وبحدود 56 مقرر. كل دكتور من هال 112 عنده بحدود 4 إلى 5 مقررات. كل مقرر خليني أقول في 200-300 طالب. تمام. طبعا في مقررات لسه أكتر، في مقررات ممكن يكونوا 500 طالب يكون عندنا. فأنت عندك أقل شيء عندك بحدود 1000-1200 طالب، 1200 ورقة امتحانية بكل امتحان، بكل دورة امتحانية لكل أستاذ. لكل أستاذ. طب هلأ 1200 ورقة امتحانية قديش بدهم وقت لحتى يصححوا؟ قديش بدك الورقة انت تقريبا؟ أنت أستاذ، أنت عم تحكي علم. عم تحكي عفوا يعني موضوع مسائل. تمام. مو نظري. أنا لما مسألة أوقات طالب بخربط بإشارة سالب، بإشارة بقانون بسيط. الأستاذ بده هون يتابع الطالب، أخطأ هون بحاسبه على الخطأ اللي هون، بس بعد منه ببني على خطأ وبكمل. إذا أنا بدي حاسبه أنه هالخطأ هذا أخطأ وصفر له العلامة كلها، معناتها بتلاقي النتائج كلها متدنية جدا جدا جدا. تمام. أكتر ما هي متدنية هلأ. هلأ هو فيه هتلاقي متدنية. فلذلك يعني الورقة بتاخذ لها 10-15 دقيقة. حسب زي 1000 ورقة على 10 أو 15 دقيقة، كم يوم بدك أو كم ساعة بدك لحتى تصحح هدول الوراق؟ لا يقل إذا حسبتها بحدود 30 يوم. 30 يوم. هي إذا الأستاذ طبعا 1000 ورقة، أستاذ قعد 6 ساعات تقريبا، 6 ساعات 7 ساعات باليوم، ما بيحسن يعطي إنتاجية أكتر يعني. الأستاذ له محدودية. تماما. بيحسن صحيح. أنت لما بتقعد فترة طويلة، ما إذا أنت حضرتك جربت تصحيح الأوراق بعدين يعني بتضيع. لا بدك راحة، بدك تركز. التركيز كتير مهم. تمام. ما عدا المنغصات البيت، ما عدا الأمور كلها، ما عدا طفي الكهرباء، عم وقت بتصحي أنت باللدات.
تمام. ما كل حدا دكتور قادر يجيب طاقة شمسية لحتى يركبها. تعرف كلفة الطاقة الشمسية، الكهرباء بتجي يعني في مناطق بتجي ساعة كل 5 ساعات أو كل 6 ساعات، في مناطق ساعتين، فبدك تحسب هالوقت هذا اللي بتصحح بدك تصحح بهالوقت. وقت تجي الكهرباء حسين يشوف، حسين يصحح، حسين يشغل كمبيوتره، الأمور كلها. الشيء الثاني، نحن عنا دورة امتحانية خلال الامتحان، عندي الامتحان بحدود 30 يوم ل 32 يوم تقريبا. سلم الدكتور المقرر تبعه، فرضا الدكتور عنده 4 مقررات، بعد 10 أيام سلم المقرر تبعه للامتحانات. في شيء اسمه لجنة ترصد بالقسم الامتحانات. مين بيشتغل لجنة ترصد؟ هو المهندسين والموظفين اللي عندي. تمام. أنا بالامتحان عندي يوميا عندي بحدود بين 40 ل 45 جلسة امتحانية كل فترة. هاي كل فترة. باليوم كم فترة عندي؟ عندي بين الفترتين وثلاث فترات، يعني تقريبا 120 الى 150، يعني خليني اقول 100 فترة امتحانية. حتى 100 فترة امتحانية. 100 فترة امتحانية. انا كم موظف عندي بكل الكلية؟ بحدود 200-220 موظف. بدك هدول الموظفين بده يراقبوا بهالفترة هي، بدك في كل قاعة امتحانية 3 مراقبين لحتى يحسنوا يراقبوا اقل قاعة امتحانية. تمام. اوقات نحط 2 اذا قاعة صغيرة. طيب وين الموظفين هلا موجودين؟ بالمراقبات. تمام. مين بده يرصد المقرر اللي جابه الدكتور؟ بدهم يخلصوا دوامه. يخلصوا. طيب عم الموظف عم يجي يراقب من 9 اذا 3 فترات للساعة 4. تمام. امتى بده يجي يرصد؟ لذلك اوقات نضطر نحن نأجل الرصد لنصير بالنصف الثاني من الامتحان، بيكون خف شوية ضغط، او بنهاية الامتحان لحتى نرصد. الرصد بياخذ وقت. تماما. والرصد بده دقة كبيرة. لما انت ترصد ورقة امتحانية عم تجمع العلامات، طبعا نجمع العلامات نحن، جمع العلامات تأكد انه الدكتور اوكي جمعهم صح ولا لا، كمان بدك في دكاترة بتحط نص علامة، دكاترة بتحط علامة، حسب كل دكتور له طريقته بالتصحيح. فالرصد قديش انتاجيته للموظف اللي بده يحسن يرصد وبدقة. تمام. انا ما بدي سرعة. انا بدي سرعة بس جودة. لما الموظف تقول له لا بدك استعجل بجوز يخربت كتير، تطلع شو استفدنا من الرصد؟ نحن بكون ما استفدنا شيء. فلا انا بدي دقه بالرصد، فبدي اخذ وقت الرصد. انتاجيه الموظف بالرصد من 9 للوحدة تقريبا، هل ليكون ركز؟ تمام. هل 4 ساعات بعدها ما عاد بيحسن ركز بعدها؟ ما يعني ارقام، لان عم تحكي انت ارقام وكذا، يعني ما عاد يحسن ركز. اوقات والله ايامات بعطيهم استراحه نرجع على المساء، وانا رصدت معهم انا والنائب العميد عندي ورئيس الدائره، رصدنا مره كنا مضطرين مستعجلين لنطلع النتائج مشان دوره تكميليه، وطلعنا ساعدناهم، بس جهد كبير. فتاخر الامتحان ما هو تقاعس من دكتور، ولا تقاعس مهندس، ولا تقاعس من موظف او موظفه، هو الموضوع نقص الكادر الإداري، نقص الكادر المهندسين. أيام زمان نحن عم بحكي أنا بال 2007 عدد الدكاترة كانت تتجاوز 250 دكتور. عدد الموظفين فوق 500-600 موظف. كان بقسم الامتحانات فرضا كان في 28 موظف. هلا قديش هل عندي؟ هلا يا دوب 17 موظف عندي. شؤون طلاب كلية بحجم كليتكم. تمام بالضبط. وبتعرف يعني الطلاب لهم متطلبات، يعني بدك كشف علامات، بدك موضوع البيان وضع، بدك شؤون طلاب، بدك تأجيل الخدمة العسكرية. فكتير أمور بدك، خدمات للطلاب، صدقات التخرج. فموضوع ما هو تقصير الموظفين ولا تقصير، حتى ما دافع عن كعميد كلية، ما تقصير من حدا بالكلية، هو نقص حاصل، نقص الكادر بشكل عام. تمام. طب كيف عم يتم الترميم؟ كيف بده يتم الترميم للكادر التدريسي والإداري؟ هلا بالنسبة للكادر التدريسي، هلا في إعلان إن شاء الله قريبا حيكون بجامعة دمشق. تمام. لمسابقة أعضاء هيئة تدريسية. تمام. وذكر الأستاذ دكتور محمد أسامة الجبان رئيس جامعتنا جامعة دمشق إنه اطلبوا حاولوا انه ترمموا كل شيء عندكم طبعا قدر الامكان، وعنا شواغر وعنا زادوا الشواغر بجامعة دمشق، فنحن هلا عم نحاول نطلب قدر الامكان قد ما بدنا. تمام. وان شاء الله يعني هون نكون غطينا الكادر التدريسي. باقي الموظفين بقى مو بايد الجامعه، ما في عنا عقود. ايام زمان من قبل مشي كذا كان في عقود موسميه، 2013 2014 كان في عقود سنويه حتى. تمام.
كان يجي موظف يعني عقد سنوي، ولهلا في عندي موظفين انا عقود سنويه وعم يتمدد العقد. عم يتمدد كل سنه بتمدد. كان في شيء اسمه عقود 3 شهور الموسميه بسموه، ضبط. كان يجي عندنا حدا يساعدنا بالديوان، شؤون الطلاب، الامتحانات، بالكذا، كان في عندنا مساعده. هلا ما في لا عقود 3 شهور موسميه ولا عقد سنوي. ف يعني صدقني هلا في كتير عندي طلبات من الموظفين بدهم يستقيلوا، هن بالاجازه. بتعرف الاسباب يعني، تمام، موضوع تمام. الرواتب، موضوع الرواتب المادية، تمام تمام، يعني بيحاولوا يدوروا على يعني شغل افضل. انه يعني عفوا بدها تجي على الكليه انه المعاش يمكن 300,000 300 وش ما عم يكفيها، وباخر الدنيا هيك بيقولوا دائما عن العمل. هي مشكله كليتنا انه باخر الدنيا باخر الدنيا، هي هي مواصلات والى اخره. فالموضوع هي نقص الكادر، بس يترمم نقص الكادر الاداري بنصير نحن بمشكلتنا بنحل. هلا ما بنكر انا مساعدة الطلاب الهيئة الإدارية، الاتحاد الوطني الطلبة السوري بيساعدونا كتير، بس ما فيك انت الاتحاد الوطني تدخله على امتحانات، علامات هون صعبة. بيساعدونا بأمور تانية، بأمور لوجستية بالكلية، بشغلات عم يساعدوا ما عم يقصروا، تمام. بس موضوع في شغلات تانية اللي هي الامتحانات وشؤون الطلاب، هي صعب يساعدونا فيها. لذلك يعني بالنشاطات بيساعدونا كتير، ما بيقصروا، ومشكورين لطلاب الاتحاد يعني بالكلية الهمك بالتحديد يعني، والكلاتهم طبعا أكيد يعني. طيب دكتور، لماذا يشتكي الطلاب من نسب النجاح المتدنية؟ ومثال مادة خوارزميات وبنى معطيات في قسم هندسة الحواسيب سنة تانية، وفي مادة الإلكترونيات الصناعية بالسنة الثالثة لقسم التصميم الميكانيكي. هدول من أشهر المواد. مادة الإلكترونيات، الإلكترونيات الصناعية سنة ثالثة لقسم التصميم الميكانيكي، تمام. هدول من أشهر المواد. لا هدول مثال، هدول لا في تمام. غيرهم، وفي غيرهم طبعا، في غيرهم بس وبعرفهم غيرهم يعني. إيه؟ فيزياء فرضا، في بعض الرياضيات. لا لك شغلة، نحن كلية هندسة، تمام، ما لي كلية تانية هي نظرية. كلية الهندسة ماذا تعني كلية الهندسة؟ يعني حضور. كلية الهندسة بدون حضور صعب انك انت تمشي بالمنهاج. المنهاج عندك يا نزلنا كل المناهج على موقع جامعة دمشق، في المكتبة الالكترونية اللي فتح الطالب على موقع جامعة دمشق، المكتبة الالكترونية بيحسن طلع المنهاج، اي منهاج بدك اياه بكلية الهمك عم موجود ضمن هالمكتبة الالكترونية، نزلوا الطالب المنهاج. هلا في شغلتين، اول شيء الطالب حضر فرضا، هلا برجع شوي بقى. حضر الطالب، كيف عم يدرس الطالب؟ هالموبايل هذا نزل المحاضرة على الموبايل، عم يدرس الموبايل. هل الهندسة تقرأ؟ لا الهندسة، الله عليك يعني، لا تطبيقي. هل ممكن تقرأ أنت الهندسة من لابتوب؟ لا يمكن. إذا أنت ما مسكت ورقة وعاد كتبت، أنا كنت طالب، كنت هيك دائما نجيب معين ورقة وجيب، كنت ورقة أسمر كان أرخص بتعرف إذا بتتذكر ورقة أسمر، بس هلأ لسه فيه لحتى اكتب، كنت عبي وراء انا ما يلي شيء ابي يعني، اجيب مسألة ما اقرأ المسألة. طلاب هلأ كتير منهم ابنهم، ابني كان بزمانه هيك كان يقرأ المسألة وكنت خانقه، بدك تدرسها، تكتبها، تكتب المسألة، مسألة مو تقرأها قراية. المهندس لا يجب ان يقرأ المسألة أبداً. اراها اوكي فهمها والأخرين. سكر الدفتر هلأ، اكتب مسألة، طبقها على كنظري بس، اكتبها وبعدين حلها انت. انت مالك عم تشوف الموبايل، لا عم تشوف اللابتوب، حلها على الغايب، جيب مسألة تانية رجع حلها. الهندسة بدك تكرار، بدك لتحسن تعطي تحل مسألة، ما بكل الهندسات، الفيزياء، بالكيمياء، بالميكانيك الهندسي، بالميكانيك الحيوي، باختصاصي انا ميكانيك حيوي زاك عم بحكي باختصاصي، بدك تحل كذا مسألة حتى تفهم الفكرة وتترسخ الفكرة عندك بدمخك. وغير الأرقام، طلابنا عم يقولوا المسألة والله الجواب بده يطلع كذا، عم يحفظ مسألة حفظ، هاي شغلة. هذا الطالب اللي حضرها، طلاب منهم ما بيحضروا بنوب، والطالب اللي ما بيحضر هذا نحن ما عم نحرم حدا بصراحة يعني، نحن كلية الهمك مثل ما تفضلت هلا من شوية، اللي كلية بعيدة وكلية نائية، منطقة نائية وما ادري شو، مع انه هي ما عادت يعني منطقة بعيدة كتير يعني، هي ضمن البلد فيك هو بس تخديم الباصات، في باصات والله، وفي يعني في بس في زحمة شديدة عليها، هي هو خط واحد اللي بوصل لعندكم من قلب ايامي كانت لسه زحمة اكثر. كنتوا على الباصات الخضر، انا خريج 83 خليج الهمك، فكنت باصات خضر وكنا نطلع وزحمة، كان نفس المعاناة يعني ما تغيرت. بس الطالب بيهم بيجي بيحضر، قلت
هلا شو صار بالطلاب؟ ما بيحضروا المحاضرات. هلا في منهم عنده نذر، في طلاب بيشتغلوا مع اضافه لدراستهم، بيشتغلوا اللي يطلعوا يعني يساعدوا اهلهم، تعرف المعيشه اللي يساعدوا اهلون هذول. بس هلا مو عذر هو، يعني كهندسه ما فيك تقول عذر، بس انه عنده انه سبب عم يغيب الطالب. فنحن ما بنأكد على الطالب تاع حضار اجباري وكذا، لا بالعملي، العملي بده يحضر اجباري، العملي الحضور فيه اجباري قولا واحدا، ولا يوجد حرمان عن النظري لاي نظري طالب. هلا انا عم وجه ما في حرمان، يعني صعوبة التنقل، صعوبة المواصلات، غلاء جور التنقل، بتعرف طالب يعني صار بده اوقات، يعني اذا ساكن بالمعظمية وساكن بجديدة بده باصين او ثلاث باصات، واذا مو اربعة كمان يعني مشان السرعة، ما عنده امكانية، يعني ما عم ندقق على الموضوع، عرفت كيف؟ فبس هالموضوع هذا. فاذا بترجع هلا انت قلت لي المقررين، ايه. المقررين خوارزميات منمطيات بدها حضور الزامي، تمام، الالكترونيات الصناعية بدها حضور، الفيزياء بدها حضور، كل المقررات بدها حضور، ما في مقرر ما فيك تحضر. اذا نسب النجاح المتدني، نسب النجاح هي عدم الحضور واعتماد الطالب على الموبايل او اللابتوب اللي هو مو كتابه، قرايه قراءه. انا في اوقات الدكتور بيعطي شيء بين السطور، تمام، الماده العلميه في كتير شغلات بيعطيها بكتبها الدكتور، بس في شغلات من خبرته العمليه بيعطي حكي الدكتور، بتعزز الشيء اللي كاتبه الدكتور بالنظري، بيرسخ المعلومة عند الطالب. كتير طلاب بتلاقين قاعدين بالصف بيكتبوا وراي، أنا ليش عم يكتبوا؟ منهاج عندهم إياه، بس ليكتبوا ملاحظات اللي بيحكيه أنا أو بيحكيه دكتور تاني وإلى آخره، هي بتساعده لما بتقدم فحص إنه الدكتور ركز على هي فرضا، تمام، أو الدكتور ركز كل على كل الطلاب بيعملوا هيك بالضبط، تمام. بس في طلاب اللي ما حضر شو عرفوا شو حكى الدكتور، ما رح يعرف بعد عن المقرر كله وبدو يعتمد فيه على الكتاب. هلا نحن خلص القسم تمام. الاول من الحلقه دكتور، خلينا نروح لاستراحه، اوكي، بريك جديد على هوا المدينه اف ام على 101.5، ويمكن متابعه الحلقه اونلاين على موقع المدينه على www.almadinafm.com. ضيف حلقتنا الدكتور مصطفى الموالدي، عميد كليه الهندسه الميكانيكيه والكهربائيه في جامعه دمشق. جديد دكتور، اهلا وسهلا فيك. بدي اسالك عن بعض الطلاب عم بيقولوا انه بعض الدكاترة لديهم قناعة بان الطالب ينبغي عليه ان يبحث بنحو مستمر خارج منهاجه، ويبالغون في هذا الامر لدرجة انهم يصيغون اسئلة من حوالي مرجعين اجنبيين او اكثر من خارج المنهاج. هل بالفعل على طالب الهمك وبصفة خاصة بحكم انه هو عم يدرس بكلية تطبيقية محضة ان يهتم بما هو خارج منهاجه؟ لا لا لك شغلة، نحن بنعطي المنهاج اوقات للتطوير، المنهاج نحن بنعطي ضمن الصف 10% فرضا 5% زياده، تمام، بس بعطيها بالصف بقلب يعني في، بتعرف نحن هندسه يومين بيطلع شغلات جديده باقسام جديده، اقسام جديده، يعني في اقسام مثل الحواسيب والاتمته، الاتصالات، الالكترونيات، عم يطلع شيء جديد يوميا بالهندسه الطبيه، بعض الشغلات بيطلع شيء جديد. فاوقات الدكتور بيعطينا شيء من خارج منهاج بس بحدود محددة، تمام، 5% 10%، وبيبلغ الطلاب عليها، ما بيعتمد على بس على شطار الطالب على انه يفتح النت وكذا. هدول ممكن يطالبون فيهم وانا مع هالشي، بس كمان في الهندسة، بس هي ما بتجي ضمن يعني منهاج بدرسها. انا كطالب هندسة اجى الدكتور اعطاني محاضرة بمجال محدد، تمام، احسن ما اروح العب هاللعبات اللي تبع الشباب، ما كثير حافظها انا، الالعاب في وحده من ببجي وما ببجي مدري شو، انا مو جاهل بهال ببجي، ما بعرف شو اسمها، يعني انا اسف ما بعرف اسمها، بس احسن ما اروح العب بهاللعبه او العب شده او كذا. بشوف انا بالكليه، بمرق لكم بالكليه بلاقي طالب حامل موبايله وعم يلعب، يا ابني انت الله يرضى عليك، هلا بهالفتره هاي عود دروس، عود اقرا شيء، افتح النت يا اخي، طلع على شيء اعطاه الدكتور، افتح لهالموضوع هذا، شوف شو ممكن توسع مداركك. انت بيطلع مهندس، انت لما تخرج هالمنهاج هذا اخذته، انت اخذت رخصه للعمل في الهندسه، ميكانيك ولا كهرباء ولا اي شيء. هالرخصه هاي لما بنطلع ناخذ رخصه شهاده سواقه، انا ما بكون بارع بالسواقه، تمام، بكون بتلبك، لما بدي اقدم لقدام ارجع لورا الى اخره، بس منين باخذ براعتي انا؟ بعد ما فتره ما نسوق ساعتها بصير سائق جيد،
تمام. نفس الشيء هون الهندسة، انت عم تعطي رخصة للهندسة، مفروض الطالب خلال دراسته يبحث بالنت، يجيب افكار جديدة، يسأل استاذ، والله يا دكتور في، انا كتير طلاب يسألوني شفنا هالشغلة شو رأيك فيها شو كذا. فمفروض الطالب هو نفسه يطور حاله بهالموضوع، بس ما تكون نازل منهج اكيد تقابلا واحدا. تمام. الا اذا الدكتور اعطى شيء من خارج المنهاج وضمن الصف، هذا ممكن، بس استقلال على الفكرة هدول يعني ما قليل، اللي يعني حالات نادرة عم يجبروا الطالب لانه يجيب شيء او هو يجيب الاستاذ من برات المنهاج ويعطيها. بس في شغلة تانية حتى ما انساها، هي ممكن المسائل. المسائل انا عم حل مسائل من منهاج اللي اعطي للطلاب، ممكن اجيب مسألة من مرجع اجنبي، شو الغلط؟ نفس الفكرة، انا اصلا منين جايب منهاجي؟ انا مراجع أجنبية كذا وعربية. فأنت إذا جيت خدت مسألة من مرجع أجنبي طبعا عربتها أنت، أو لا إذا كانت المنهاج في عندنا مناهج باللغة الإنجليزية، فأنت إذا جبتها وعربتها وشيء أنت مطبقه وعطيه للطلاب قوانين، شو الغلط؟ أنا ما عم جيب فكرة نظرية جديدة، ما عم جيب شيء جديد، مو أخذه الطالب مسألة حالة أنا بالصف وجبتها من مرجع أجنبي شبيه فيها وعطيتها للطلاب، هل هي بتطلع من خارج منهاج؟ لا، صارت من ضمن المنهاج، إذا عطيت ضمن الصف. انت بس هي جبتها أرقام مختلفة وبشكل مختلف، هذا مو غلط. طب حقيقة دكتور، حقيقة طلابنا شاطرين ولا خلينا نقول عنهم مهملين قليلا؟ لا حرام أظلمون، حرام أظلمون إلى كفة الشطارة. أنا طلابنا بعتز فيهم. تمام. أولادي هدول طلابنا كليش همك يعني ما أكيد يعني شوف، لقلك شغلة قلت لك، أنا ظروف الطلاب أوقات تجبره ليكون يبعد شوي عن المنهاج أو عن الدراسة، ظروفه. أما باقي الطلاب يلي بيداوم وبيهتم وبيتابع مع الأستاذ، هلأ أنت بتطلع بالصف، إذا بالصف تلاقي في عندك صفين أو ثلاث صفوف الأولانيات عم يتابعوا الدكتور، عم متابعة كتير رهيبة، اللي ورا بلشوا بقى يعني بيعدوا ورا ماشي حالهم، بس مو مثل متابعة بالصف الأولى. تمام. فالطالب بيتابع، اللي عم يجي يحضر ويتابع هذا عم ينجح كل مقرره وعم يطلع بخمس سنين بالهمك. بس طالب لظروفه مادية، ظروف الاجتماعية، ظروف المختلفة اللي عنده، فهذا ممكن هو يتعثر ببعض المقررات أو يتعثر بالمنهاج. أما طلابنا بشكل عام أنا بعتز فيهم، وإذا بتسمح لي أحكي بس عن مشاريع التخرج. أنا هذا السؤال اللي سألك عنه. أوكي خلاص، معتمها قبل هلا بدي أقاطعك دكتور. أوكي. دكتور، بعض مشاريع التخرج توصف بأنه مبالغ فيها، والبعض الآخر يوصف بأنه بين بين، ونحن نعرف أنه يعني عنا علم كامل بأنكم أنتم عم تدعموا المشاريع المفيدة بين قوسين. ما هو المعيار الذي يحدد قيمة مشروع التخرج إذا كان مفيدا أم لا، وكيف يكون مبالغا فيه؟ كيف يكون؟ أول شيء بدي أسألك أنا تفضل، شو يعني مبالغ فيها؟ يعني أنا سمعت عن مشروع تخرج عن روبوت يلعب كرة القدم، هذا بيشوفني الروبوت الذي يلعب كرة القدم، ولكن سمعت عن يد ممكن تستعمل للجراحة، هذا مشروع مفيد جدا للمجتمع، هذاك بيشوفني هذاك فادك. بقول لك أنت عم تاخذ علم. تمام. خليني أقول روبوت يلعب كرة القدم، أنا ما بتذكره المشروع اللي عنا، ما بتذكره أنا بصراحة السنة الماضية، أنت كان السنة الماضية ولا اللي قبلها؟ اللي قبلها بعتقد. خليني أقول إنه في روبوت يلعب كرة قدم، هي المبدأ، أنت بتعرف كيف تتحكم بالروبوت، سواء يد. هلأ في نحن طلاب عنا قسم الحواسيب ساو السنة قبل الماضية لمعمل بسوريا لبخ البرادات، بخ الغسالات، عنده يعني وقت طلب الصناعي انه في عامل بيبخ البرادات. تمام. بس في تعرف تسمم وكذا والى اخره، بده يحط القناع والى، فانه بده حدا يساوي له روبوت زراعه يبخ حتى يبخ. فطلاب نفذوا هالمشروع، وهلا هو ما سوق وقتها، طلاب بس خلصوا مشروعهم للاسف سافروا، بس يعني اخذوا الصناعي وهو بقى بده يطوره، بده يطور، بس للاسف هو الطلاب لان سافروا، هو مشكلتنا نحن كمان بالهمك او بكل الكليات بشكل عام. هلا فروبوت كره قدم مو غلط انه تساوي انت، صح هو اللي مبالغ او فانتازيا او شيء يعني، بس انت الفكره التحكم بالروبوت كمان. تمام. تحكم مو شغله سهله،
مشاريع التخرج عندنا بالكلية من المشاريع الممتازة متميزة. يعني أنا إذا فيني أحكي على المعرض المشاريع إذا فيها تفضل. طبعاً طبعاً علي. أنا عندي بالكلية سنوياً بحدود 700 ل 800 مشروع بيطلع بالكلية، مشروع تخرج غير مشاريع السنة الرابعة مشاريع تطبيقية. تمام. هلأ كل سنة أنا بساوي معرض مشاريع بلشنا فيه من 2018 لغاية تاريخه. المعرض السابق كان المعرض السادس. تمام. السنة الماضية كان عندنا بحدود 100 مشروع لكلية الهمك، هدول منتقلين من 800 أو 700 مشروع اخترناهم. طبعا في عنا احنا المعرض عم يكون هو معرض على مستوى القطر، في كتير جامعات عم تشارك فيه، كل جامعات القطر الحكومية عم تشارك فيه، وبعض الجامعات الخاصة شاركت فيه، وبعض المؤسسات. وإذا زرتوا حضرتك وإن شاء الله إذا كان بتجي لعنا بالنص السابع تشرفنا، أهلا وسهلا، لتشوف مشاريع طليق بأن تكون تتطور وتدخل للصناعة. بس بقى بيجي يعني هلا نحن ما عندنا احصائيه انه كم مشروع تم تبنيهم من قبل الصناعيين، انه عم يكون تواصل بالمعرض عم يكون بين الصناعي وبين الطلاب، بين الطالب بشكل مباشر، رغم انه في تفاهم بينكم وبين غرفه صناعه الدمشق. في تفاهم مع الكل نحن، بس اوقات بيجي الصناعي ما له علاقه بكذا، هو بده يساوي شيء يطور شيء، فعم يكون ممكن يوظف الطلاب ويطور المشروع، وانا ما عندي مانع. يعني لو كان انه الصناعي اجا واتفق مع الطالب ووظف الطالب او طور المشروع، انا هذا هدفي. انا شو بدي؟ انا ما بدي هالمشروع هذا اللي انتجه الطالب، هو تعب 5 سنين وصارت جهده ال5 سنين طلع فيه، انه ينحط بالرف او ينحط بالادراج. بدي انا هالطالب يلاقي سوق عمل وبراتب معقول وجيد، وبدي هالمشروع هذا نطوره ونحسنه لحتى يطلع منتج قابل للتسويق، لا يكون وفر للقطع الأجنبي. تمام. ما تستورد في كتير أجهزة ممكن نساويها وتوفر أنت قطع أجنبي على بلدنا. دكتور، الخريجين خريجي الكلية خريجو الكلية، هل سوق العمل السوري بالفعل بحاجة لهذه الاختصاصات، وما هي الاختصاصات التي يتم التركيز عليها من سوق العمل؟ أكيد سوق العمل بحاجة كل الاختصاصات. تمام. يعني عندك الميكانيك العام فرضا، في تعطش بالسوق للميكانيك العام، لحدا ميكانيك عام دارس لدراسة التدفئة أو التكييف ميكانيك عام والأمور الحرارية ندرة هلا في للتكييف والتبريد بدك الواقع. يعني من فترة كان في شركة اجت لعندي بدها مهندسين تكييف يعرفوا يدرسوا ومهندسين كهرباء، لغاية اليوم لقيت مهندس واحد بس دراسة هندسة ميكانيك ليشتغل بالشركة، وما لقيت حدا كهرباء ليتوظف عندهم. وانا يعني بيهمني انا اربط مع سوق العمل. تمام. دائما بستقبل، يعني بيجوا لعندي الشركات اهلا وسهلا فيهم وما عندي مشكله، ويقابلوا الطلاب يعني مقابله، يعني بعتهم بنزل الرابط على موقع الكليه او موقع الهيئه الاداريه، بيساعدونا فيها الهيئه الاداريه لحتى يقابلون. بس ما عم تلاقي في ندره حواسيب الاتمته. تمام. الاتصالات الالكترونيات، شركات الاتصالات، الهندسه الطبيه، انا ما عم بحكي الطبيه لانه انا اختصاصي الطبيه، فما عم روح على الطبيه دغري حتى ما اكون منحاز لاي قسم. يعني الهندسه الطبيه في تعطش بالسوق، وللاسف كثير منهم عم يروحوا لبرا. يعني طلابنا، انا يوميا بوقع كشوفة علامات بحدود 20 30 كشف علامات، الطلاب بدهم يسافروا، شيء بده يطور حاله ليدرس، وانا بوافق معهم وبعتز فيها وجيده متابعه الدراسه، متابعه الدراسه، شيء بده يطلع يشتغل برا، الله يستر له. هي ف اي نعم، في طلبات عم تلبي طلب الحاجه، وفي كل الاقسام الموجوده عندنا عم تلبي، وفي الى سوق عمل. كيف بيتم الفرز للاختصاصات دكتور ضمن الكليه؟ علامات، على العلامات خلال سنه، يعني وقت بده يدخل الجامعه عندك حسب معدله، وزارة التعليم العالي هي والبحث العلمي هي عم تحددهم، بتحدد قديش المعدل، بتعرف وقتها مفاضلة بتقدم وإلى آخره، فما نحن ما لنا علاقة. دكتور، تم الإعلان عن افتتاح قسم فيما بعد اسمه قسم هندسة وسائط الإعلام وتقاناتها. هو لم يتم إعلان عنه، والله حاطينه على صفحة الكلية. انت موجود هو؟ طبعا ايه؟ موجود هو أحد الأقسام وكاتبين لم يفتتح. إيه، أحد الأقسام اللي هو وتأسست الكلية كان فيها القسم هذا، وحتى الآن بس إلى الآن لم يفتتح، ولم يعني
انا افتح قسم وما عندي كادر تدريسي حرام. يعني انا اجي افتح القسم هذا ما في مين، يعني اذا عندي ممكن اجيب استاذ ليدرس، انا اصلا عندي نقص كادر تدريسي تماما، خاصه قسم الاتصالات. هذا القسم تابع لقسم الاتصالات او الشابه خلينا نسميها قسم الاتصالات والالكترونيات. انا عندي اعداد الدكاتره الموجودين فيه هلا بحدود 8 فقط، عم لبوا شيء 4000 طالب. 4000 طالب. هلا في ناس صاروا فوق 70 عم تعاقد معهم، مشكور رئيس الجامعه عم نتعاقد معهم لحتى نكمل هالطلاب. فانا عندي نقص بالكادر التدريسي، اجي افتح قسم او افتح شابه بالقسم يعني بكون انا ما انصفت الطلاب اللي يدخلوا هالقسم. لذلك ما اللي يصير عندنا كادر ساعتها ممكن نحن اذا هلا بالاعلان المسابقه قلت لك عليها اجانا كادر فورا نفكر نفتح القسم، والسوق بحاجه له طبعا. يعني انا كثير قالوا لي اعلاميين مطلوب هالاختصاص بال مهندس وسائط الاعلام طبعا طبعا دكتور أكيد. دكتور هل المناهج بحاجه الى تطوير او تحديث؟ هلا ذكرت انا شوي انه الدكتور هو لحاله بيحدث، يعني هلا نحن هلا عم نحط خطه على مستوى مجلس الجامعه، قصدي بتعملوا كل فتره تحديث. هلا نحن عم نعد هلا خطه درسيه جديده محدثه، ولا صرنا بالنهايه تقريبا حنطرحها للجامعه رئاسه الجامعه وتطلع مجلس التعليم العالي. نحن اصلا كل مقرر الدكتور هو بيطور فيه تمام حسب تطور المنهاج وحسب الشيء الجديد بالمنهاج. بس نحن هلا بدنا ننزل خطه، ضمن الخطه هي بدي راعي موضوع سوق العمل. تمام. كيف بدي راعي سوق العمل؟ هلا نحن بكذا قسم حنكون في عندنا تدريب فرضا 50 ساعه بمعامل، طالب ما يتخرج لحقق 50 ساعه تدريب بمعمل محدد او بمؤسسه بوزاره ب اللي بدك اياه سميه 50 ساعه عمل. 50 ساعه عمل او تدريب يتدرب. انا طلعت طالبي، طيب الطالب هو ما له احتكاك مع المعامل مع المؤسسات الصناعيه مع كذا، لما تخرج بده يضيع فيها. خليني انا هال 50 ساعه واقترحتها هي ان شاء الله يتوافق عليها يعني بالجامعه وبالوزاره انه طالب يروح على المعمل ويكون مراقب من قبل، يعني اسف انا طلاب يعني ما قصدي مراقب مو لا، بس يعني يكون في متابعه من الدكاتره تمام. او المهندسين اللي عندي تابعوا الطالب انه ما في شيء رقابه شفافيه ما يروح يشرب قهوه والشاي عفوا يعني بمؤسسه او بمشفى خاصه، يعني بيقعد بس هيك يقعد بدي اياه يروح يكون يتدرب فعليا تدريب فعلي. اذا تدرب فعليا بصير مهندسي اقوى سواء بسوق العمل الخاص او سوق العمل العام الحكومي. حكومي. دكتور هل تعتقد انه طلاب الدراسات العليا بحاجة لدعم مادي اكبر في مشاريعهم وفي ابحاثهم؟ هلا طالب الدراسات العليا عندي الماجستير بياخذ دعم 5 مليون. 5 مليون طبعا اذا هو طلب، يعني احنا ما يعني طلب بالاستماره بيعبي الطالب استماره حط شو المواد بدها شو الامور العمليه بده يساويها تجارب الى اخره اجار التجارب او المواد بدها، عندك 5 مليون كحد اقصى. طالب الدكتوراه 10 مليون كحد اقصى، صار مبلغ معقول يعني نوعا ما. هلا اذا كان بحث في ابحاث بتكلف 20-25 مليون لا تمانع الجامعه بهالموضوع هذا. انا ما بدي اخذ دور الجامعه بس لا تمانع الجامعه بهالموضوع هذا، بس يكون استماره البحث يقدمها الاستاذ المشرف. تمام. انا كاستاذ بقدم استماره بحث بدي اشتغل بمجال تحليل مشيه الانسان للمرضى الشلل الدماغي. ما بقى عندك يعني موضوع هذا بهالمجال، قدمت استماره بحث. هلا بجيب طالب وطالبين وثلاثه بجيبهم معي يساوي واحد ماجستير واحد دكتوراه، بطلب مبلغ اللي بدي اياه انا ولا تمانع الجامعه اي مبلغ. والجامعه دائما كل سنه اطلبوا دعم للبحث العلمي. تمام. عملوا استمارات بحث علمي سواء الجامعه سواء الهيئه العليا للبحث العلمي سواء وزاره التعليم العالي للبحث العلمي، عم يطالبونا كل سنه قدموا استمارات بحث علمي لحتى ندعمكم. في ميزانيه منيحه للبحث العلمي بالجامعه وبالهيئه العليا للبحث العلمي وبوزاره التعليم العالي للبحث العلمي، في ميزانيه ما عم تنصرف ميزانيه، فاطلبوا اطلبوا هن عملوا لنا اطلبوا. تمام. فاذا كان هي الطالب يعني دعم لا محدود بحيث انه يكون في استاذ مشرف او البحث باسم الاستاذ مشرف وبيندعم ماجستير او الدكتوراه. دكتور بصدق هل مخابر الكليه بحاجه لترميم او تدعيم او اصلاح؟ اكيد طبعا بحاجه. اكيد اكثر اكثر مخبر اكيد. هلا في مخابر اكثر مخبر هو مخبر الخراطه.
تمام. بالورشات القديمة عندنا بالكلية هاي ورشات صارت بحدود يعني 1900 تقريبا و 76 77 تقريبا بالحدود تقريبا بهالفترة صارت. هلا صار في التطوير عندنا بحدود 50 مخرطة في منشرة وفي الحام وفي إلى آخره وسباكة الأمور هاي الورشات القديمة. طورنا بعض جبنا الأجهزة مخارط حديثة سي إن سي بس حسنا نجيب مخرطة أو مخرطتين زيادة يعني على الموجود أو على الموجود الموجود تمام. بس الموجود تآكل يعني ما عاد في منه ما عاد شغال. فهون احنا تطويره بياخد بده ميزانية كبيرة. نحن عم نحاول كل فترة مخرطة فرضا الحام كذا شغلة عم نطور. في مخابر تانية فرضا حواسيب في الحواسيب تعرف الحواسيب عمره يعني بالكتير 10 سنين كمان عم نحاول نحن هلأ بالجامعة ونبعت انه بدنا حواسيب لتطوير الحواسيب نجيب الجيل الجديد طلب الحواسيب. فمستمرين فيها بس كله حسب امكانيات الميزانية الجامعة. يعني ما فيك انت كل هالمخابر تعمل لها اعادة تأهيل دفعة واحدة في شوي شوي كل سنة بتمرق مخبرين 3 مخابر وما عم تأثر الجامعة. بس نحن نرفع للجامعة طلبات لتطوير مخبر او لانشاء مخبر جديد ما عم يأثر الجامعة معنا. دكتور في عندكم مواد عملي وفي عندكم مواد نظري تمام. نحن بس هي عملي ونظري المقرر هو نظري المقرر نفسه بيكون في جزء منه عملي وجزء منه نظري بالضبط. ليش ما بتأتمتوا الجانب النظري منه؟ ليش ما بصير في أتمتة لهدول أريح لكم بالتصحيح أسرع لكم ومنه بتتفادوا موضوع تأخر صدور النتائج الامتحان؟ كتير برأيك الهندسة بتتأتمت؟ بتسألني عن رأيي أنا يعني سؤال يعني أنا أنا بقول ما بتتأتمت ولكن لا لك شغلة هلأ احنا في عنا مواد نظرية بحتة في عملية طبعا بس عملية يكون كتير بسيط عملية تجارب بسيطة فبسايون طالب التجارب بالمخبر وبقى القسم الثاني هو قسم عملي عم نأتمتة هلا متجهين من السنة الماضية احنا اتجهنا لموضوع الأتمتة مقررات اللي فيها نظري أتمتة. في مواد تانية مقررات تانية هي فيها حل مسائل انت اذا أتمتة كيف الطالب بده ياخد المهارة بحل المسائل؟ يعني طالب صار للأسف موضوع الأتمتة بعض الكليات الأتمتة مقرراتها وأنا بعرف يعني عم يجيب الطالب يشتري أسئلة مؤتمتة وفيها الحل وأنت بتعرف هالشيء تمام عم يجيب أسئلة الدورات السابقة فصار الطالب عم يحفظ ما عاد فتح الكتاب فتح بس الأسئلة المؤتمتة ودرسها وفتح الفحص. هلا المفروض الدكتور يغير والآخري بس يعني أوقات الدكتور ما عم يغير فشو صار هون نسبة النجاح يعني أو شو درس الطالب درس الأسئلة الأسئلة الامتحانية المتكررة تمام بالضبط. كمان أنا المهندس بدي عنده يكون حس كيف يكتب تقرير. طالع مهندس أنت بدك تشتغل بشركة بدك تشتغل بمؤسسة بدك تعطي التقرير هندسي إذا أنا ما علمته يكتب بالفحص أنت بدي يكتب انت دكتور عن موضوع محدد بيجي بيقول له اكتب لي عن موضوع كذا اذا بالفحص ما كتبه بالبيت هو ما عم يكتب عم يقرأ بالموبايل عم يقرأ بالهي فانا بدي اياه يكتب. في كتير مواضيع لازم الطالب يتعلم مهارة. هلا نحن نساوي بكليتنا سيمينارات فرضا نخلي الطالب يطلع يساوي سيمينار لحتى يتعلم كيف يلقي كيف يعبر عن نفسه كيف يعبر عن فكرة محددة عن بحث محدد. بس الإضافة إلى أنه في بعض المقررات صعب تتأتمت لأنه لازم الطالب يتعلم مهارة حل المسائل ومهارة كتابة بعض التقارير أو الأمور الهندسية. دكتور بصدق ما الذي تحتاجه كلية الهمك لترتقي بشكل أفضل وبشكل دائم؟ هلا أرجع يعني من أول شيء الكادر التدريسي بحاجة والمهندسين تمام. كادر تدريسي مهندسين قائم بالأعمال مهندسين مفرزين تمام معلمين حرف بمعامل عندي الورشات بدي معلمين حرف بحاجة للناس معلمين حرف ليدربوا الطلاب. أنا ما كنت طالب كان يجي معلم الحرفة كنا بحدود 20 طالب كان دربنا كيف نلحم كيف نشتغل بالخراطة كيف نوصل دارة كهربائية
هذا بده يجي من وزارة التربية ممكن ولا من تربية أو بيكون معاهد كهرباء أو معاهد ميكانيك، فبحاجة لهالموظفين هدول، معلم الحرف، معلم الحرفة أو متخرج ثانوية صناعية أو متخرج معهد صناعي إلى آخره، فبحاجة لهدول المعلمين نحن ليكونوا يدربوا طلابنا، بحاجة لأنه ما يكون أعداد طلاب كبيرة. تمام، اسف احكي الكلمه بس لا ممتاز دكتور. نحن لما بيجينا طلاب انا فعلا عم بطلب 100 طالب، عم يجيني 300 400 طالب. انتم تقريبا ثاني اكبر تجمع طلابي بجامعه دمشق تقريبا تمام بالضبط. فانا عم يجيني 300 400 طالب، الطالب تجربه مخصصه لطالبين او ثلاث طلاب، كم طالب عم يقعد فيها؟ عم يكون في 10 طلاب اذا مو 20 طالب على تجربه واحده. طب هذا حرام، شو تعلم الطالب؟ بحاجة لتطوير المخابر ونحن عم نمشي فيها، بس هاي قلت لك هلا من شوي انه خطوة خطوة لحتى نحسن نحن نحقق هالتطوير، نواكب، يكون في ميزانية كبيرة لجامعة دمشق، تعطى ميزانية لجامعة دمشق لتطور المخابر. تمام، انه كلية الهما مخابرها غالية. صح، انا ما عم بحكي مخبر حاسوب حقه فرضا 5 مليون 10 مليون، بحكي جهاز حقه بجوز مليار، حقه مليارين، حقه نص مليار، أجهزة يعني ذات تقنية عالية وغالية. فأنت لما تطلب شغلة عم تحكي مبالغ كبيرة، بس نحن عم نحاول طبعا، والجامعة ما متأثر معنا بس بقى حسب إمكانيات يعني، وإن شاء الله الأمور بتتحسن يعني. دكتور، هل تم حل مشكلة ضعف الإنترنت في الكلية؟ هلأ مين قال انه في ضعف عندي بالانترنت؟ اول شيء لما بيصير في عندكم فحوصات يعني بقلب كلية الهمك في مراكز للجامعة الافتراضية على ما اعتقد دائما كان عندي. انت ما عندك افتراضية؟ ما لي علاقة بالافتراضية، عندهم مركزنا الخاص. تمام، بس هو بقلب التجمع الهمك. ايه بس خطهم لحالهم، بتصور ما حتى الخط لحاله، خط لحالهم عندين. تمام، يعني الافتراضية لهم خط لهم هنين، مو يعني صح انهم تجمع الهمك لكن مو عندي هنين. كل مين له خطه طبعا. كان ايه هلا عندي الامتحانات، عندي شؤون طلاب، عندي دراسات العليا، بعتمد على الانترنت. تمام، انا كيف نزل مقرراتي كلهم على الانترنت؟ على النت. كيف الشؤون طلاب بسجل الطالب ويبعث برحل وراءه كلها للجامعه؟ عن طريق النت. دراسات العليا عن طريق النت، في شبكه معقوله. ما هقول لك والله 100% جيده، لكن معقوله. انا وقت افتح بعض القاعات بفتح نت للطلاب، بعد القاعة طبعا ما فاتحها كل الكلية، بتعرف يعني الطلاب حتى ما يدخلوا على المواقع يعني غير مرغوب فيها. تمام، فبفتحها بالقاعات فرضا المطالعة وكذا، في بعض بفتح النت للطلاب. بس معقول النت؟ ما هي سيئة النت بالكلية، عندنا كابل ضوئي ومخدمة كتير مخابر النت، وأنا عندي بالإضافة لهالشي عندي محاضرات أونلاين بالكلية أوقات، يعني من اليابان في دكتور عطى محاضرة، من إيطاليا عطى محاضرة، فموضوع أونلاين شغال. هلأ عندي مؤتمر الشهر القادم بثلاثة وأربعة وخمسة، مؤتمر الطاقات المتجددة، كمان حيكون في محاضرات أونلاين، وأهلا وسهلا فيك تعال احضر وشوف المحاضرة أونلاين من عيوني، تلاقي النت شغال إن شاء الله. نتشرف يعني، ما في عندنا هالمشكلة الكبيرة. بدي اتشكرك دكتور، شكرا لك، عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية دكتور مصطفى موالدي، كنت ضيف حلقة شؤون طلاب لهذا الخميس. شكرا لك. شكرا كتير، وان شاء الله ما اكون ضيف تقيل عليكم، يكون الامور كلها تمام، وكون جاوبت على كل الاسئلة بشكل مزبوط. بتمنى لطلابي طلاب الهندسة الهمك للنجاح والتوفيق، بس بتمنى منكم تحضروا وتتعبوا الاستاذ لحتى تنجح وتحصل على نتائج جيدة. شكرا لك دكتور. شكرا. بدي أذكر مستمعينا أنه الحلقة بتنعاد بكرة يوم الجمعة الساعة 8 المساء، مني ومن مخرج البرنامج غسان ياغي، بأمان الله.